حركة تمرد أكدت حصولها على أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت الشعب المصري للاحتشاد غدا في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية لسحب الثقة منه. وفي بيان لها أكدت الحركة أن محمد مرسي لم يعد الرئيس الشرعي لمصر. اقتربت لحظة الحسم التي تنتظرها الجماهير المصرية إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين ومندوبها في كرسي الحكم محمد مرسي العياط. وقد امتلأت الشوارع والميادين المصرية بالمتظاهرين استعدادا ليوم 30 من شهر يونيو الجاري، والذي حددته حملة تمرد موعدا للخطيب من الإخوان المسلمين. هي حملة تمرد قامت طبعا بعد ما شفنا ان بعد مرور سنة خلاص قربنا على دخول سنة من حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان، ما لقيناش اي تغيير، ما لقيناش غير في تدهور في كل حاجه، تدهور في الاقتصاد، تدهور في الامن، تدهور في كل حاجه موجوده في المعيشه. تمرد حمله اسسها مجموعه من الشباب المنتمي لفصائل قوميه وناصريه رافضين ان يعتلي كرسي الحكم في مصر جماعه الاخوان المسلمين، وحشد التمرد الجماهير من خلال الثمارات وقعها المصريون يسحبون فيها الثقه من مرسي كرئيس للجمهوريه. احنا بنقول الانتخابات رئاسيه مبكره، المرحلة الانتقالية، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس بروتوكولي شرفي، رئيس هيكون هيمسك مهام رئيس الجمهورية بروتوكوليا وشرفتا التمثيل الدولي. هيكون عندنا حكومة رئيس وزراء بأربع نواب متخصصين، ومتخصص في الاقتصاد، ومتخصص في العدالة الانتقالية، متخصص في الامن الداخلي، وعندنا 15، الحكومه هتكون مكونه من 15 وزير تكنوقراط، هيكون عندنا مجلس دفاع وطني مهمته الامن القومي طبقا للقانون. تمرد التي بدات في اطار شبابي صارت حاله تضم في طياتها جموع المصريين الرافضين لحكم مرسي، وشكلت حمله تمرد لجانا لتامين التظاهرات ومستشفيات متنقلة لإسعاف الجرحى في حالة اعتداء أنصار مرسي على فعالياتهم السلمية. يوم 30 هيبقى الشعب المصري كله في الشوارع زي ما هو موجود في ميدان التحرير وفي كل ميادين مصر ما عدا الرابعة العدوية. الرابعة العدوية يعني أعتقد إن هو مساحته لا تتعدى ال 50,000 مواطن مصري. ال 50,000 إخواني اللي قاعدين هناك أعتقد على مستوى الجمهورية في كل ميدان من ميادين مصر في أكتر من 50,000 موجودين، وبدليل إن ميدان التحرير الذي يسع أكتر من 2 مليون مواطن مليان على آخره دلوقتي. إن شاء الله يوم 30 يونيو أعتقد إن هيبقى أكتر من 15 مليون متمرد موجودين في ميادين مصر. الدعوة كلها سلمية، نازل بكارت أحمر، نازل بعلم مصر، شعار إسقاط النظام. عصام سلامة، الفضائية السورية، القاهرة.